بتاع المشروع واحد بيفكر ازاي. احنا عندنا هنا هو ده الطريق الرئيسي. بدات الاستخدامات الاساسيه للمدينه او للحي احنا سميناها حي المنتزه الجديد. هيبقى منتزه الفيوم وعليه جميع خدمات الفيوم. هنا عاملين هنتكلم عن الاستخدامات كلها. مول الباعة الجائلين ان احنا هنعمل اول مول الباعة الجائلين موجود حاجه في الفيوم تبقى الفيوم اول محافظه رائده في المجال. ان انا هعمل مول كامل واحنا ما بنتكلمش عن فكره جايبينها من المريخ او مخترعه عجله. الفكره هي موجوده في الصين موجوده جاهزه موجوده في شنغهاي موجوده في تايلاند موجوده في كل دول العالم. هم بيعملوا مبنى مول محترم جدا متكيف الهواء متنور بشكل كويس جدا. جنبه هنا اهوت في مكان لمول تجاري بيتعمل في المستقبل بعد كده هيستخدم. في ارض بتاعت مجمع تجاري كعوزات التمويل 15 فدان حاطينهم معانا. في مكان لمستشفى القوات المسلحه 15 فدان. وفي مكان للمستشفى العام 16 فدان واحنا عاملين تصميم بالكامل بتاع المستشفى العام وجايبينه معانا. بعد كده هو في نقط محور مركزي للخدمات. فيها جنينه عامه محترمه عشان الناس اللي هتسكن هنا اهوت. وفي منطقه تجاريه تخدم الناس اللي هيسكنوا. وفي مكان لمدرستين وعاملين نادي اجتماع رياضي. الحته الجزئيه اللي هي عناصر اللي هي مدينه العداله احنا حاطين تصور لكن هو مش ده اللي هيتعمل بس انا حابب اعرفك في حاجات في الكلام ده. يعني انا كل اللي بعمله ايه؟ ان احنا بنعمل انشطه تخلي المكان ده كله على بعضه مكان كبير قوي نقطه جذب كبيره جدا. تعليلي بقى قوي تقسيم الاراضي اللي هيتعمل. يعني حضرتك قلت ان في مجموعه من الاراضي متباعه فانا محتاج ادي للناس دي اراضي. الناس دي حسب ما تخصصتها هي في الهو دلوقتي في الصحراء. لكن لما يبقى جوه مخطط في اراضي متخططه وعلى جناين وليها خدماتها ومواقف العربيات بتاعتها والحاجات دي كلها يبقى انا